علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويكون شعور الشيخ أن الناس توا قد يكون يائس أن يتغير الوضع، حتى لو خرج وكذا يعني ما يلقوش يعني يدان صاغية. لا أبدا، بالعكس، مجرب أن من كل ما يعني يحصل لما كان الناس يخرجون في الميادين ويطالبون بحقوقهم ويتكلمون كان الظلم أقل من الآن بكثير، لكنهم بعد ذلك لما خلدوا إلى الراحة وإلى السلبية وكل واحد يعني يضرب ويجلد ويذل ومع ذلك لا يحرك ساكنا، بعد ذلك هم تنمروا عليه وكل يوم يزداد الظلم عليهم يعني لا يقول الإنسان يفطر يقول لاني حتى لو نفعل لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي ذاته واجب يجب على الإنسان يفعله، وهذا من النهي عن المنكر ومحاربة المنكر، يعني هذا ظلم غصب لأموال يعني يسبب للناس الوقوع في الحرام، فهذا يجب على الإنسان أن يفعله، والنتائج ليس هو لا يجب أن يحتج بالقدر يقول لا حتى نفعل ما يصير شيء، هذا كلام يعني انكسار نفسي داخلي ومذلة، والناس عليها أن تتخلص منه، ولو تخلصت منه لتغير حال الناس ولا كان لهم شأن آخر. فالحرام المعاملات الربوية والمعاملات اللي فيها قمار وفيها كذا، وما كيف يعني هذا الحرام كيف يسري ويستشري في الناس ويتربع وينمو ويكبر ويصبح جزء من حياتهم ويرضونه، كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا هو بالرضا به وعدم مقاومته. الآن مثلا عقود الغرر وعقود القمار وعقود التأمين وعقود المسابقات المحرمة وكذا، هذه أصبحت في بعض المجتمعات جزء من حياتها، يعني لا تتم معاملة إلا بتأمين محرم، قبلوه أصبح شيء عادي. الدول الغربية ولا الدول العلمانية والتي لا تقيم وزنا لأحكام الإسلام كلها تقبله بسبب أن هذا أمر اعتادوه الناس، صار أمرا معتادا. لما الناس يمنعوهم من الدراسات الشرعية ولا الدراسات الإسلامية ولا مدارس قرآنية ولا معاهد دينية، يبدون بهم بالمراحل بالتدرج حتى يألفوه، وبعد ذلك يعني يستمر معهم هذا الأمر حتى يعيشون معه يتعايشون معه، ولا يعني تصبح له أي اعتبار ولا حد يقاومه. لكن لو كان من الأول أمر، أول ما ألغوا السنة أولى مع الدنيا خرجوا 10,000 في المدينة وقالوا لا نرجع إلا أن ترد، لكن رجعوا على قرارهم من أول يوم. وهذا يعني خذ يعني قاعدة في مسائل كثيرة سببها التفريط وسببها الإهمال وسببها الخضوع والخنوع والرضا بالمذلة. فهذا هو اللي يسمى التطبيع اللي يمارسه الآن بعض الدول العربية مع الصهاينة، بحيث أنهم يعترفون بهم ويقرون بقاهم في احتلالهم في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم. هذا التطبيع هذا هو معناه أن يصير الناس كلهم مع ذلك يرضون بالأمر الواقع، ولا أحد يقاوم ولا يجاهد، يمات الجهاد يقتل الجهاد ويبقى هذا أمر واقع وكل الناس يجب عليهم أن يرضوا به. وكذلك التطبيع مع الكفر، زي ما يحصل الآن أن يدعو الباب إلى المكان ويدير قداس في بلاد المسلمين والجزيرة العربية ويبني كنيسة ويسمون هذا
مصالح وتصالح بين الأديان وحوار ليس هناك شيء في الدنيا ولا في دين المسلمين اسمها حاجة اسمها حوار بين الأديان ولا تصالح بين الأديان، هذا غير موجود أساسا، هذا من باب التطبيع للكفر بحيث الناس يرضون بالكفر شيئا فشيئا، لأن الدين ما فيش دين، لا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس هناك نصف دين ولا ربع دين، المصالح معناها أنك تترك شيء من عندك لتأخذ شيء آخر، وهذا وهنا الترك هو ترك الدين، يعني كيف يجوز للمسلم أن يترك دينه؟ هذا لا يمكن أن يكون، لأن الحرام إذا الناس سكتوا عنه وتهاونوا في إنكاره فإنه يتمدد حتى يصير أمرا واقعا ولا ينكره منكر، حتى الناس يصيروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يصير أمر طبيعي بينهم ويقبلونه، وهذا هو معنى التطبيع الذي ذكرته لكم، وصار الآن انتقل حتى إلى التطبيع بين الأديان فيما يسمى بحوار الأديان ولا بالمصالح بين الأديان. ليس هناك مصالح بين الأديان ولا حوار بين الأديان، لأن المصالح معناها أن كل طرف يترك مما عنده شيء مقابل الطرف الآخر، وهنا الترك في الدين، هل يجوز للمسلم أن يترك شيء من دينه من أجل أن يتوافق مع دين الكفر؟ الأديان كلها غير دين الإسلام هي دين كفر بالإجماع باتفاق المسلمين، لأن ما في دين غير دين الإسلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فما يسمى الآن بالتصالح بين الأديان والحوار بين الأديان ولا بالسلم ولا ما يسموه كذا، السلم في الأمور السياسية ولا في الاقتصادية ولا في الاجتماعية، الناس بيعملوا علاقات بين المسلمين وغير المسلمين، هذا أمر مشروع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن الحوار والتصالح بينهم في شيء يتعلق بالدين بأن نترك شيء من الدين من أجل نرضيهم ونتفق معهم في دينهم، هذا كفر لا يجوز الإنسان أن يفعله. وما يسمى التطبيع هذا هو نفس الشيء مثل التطبيع السياسي وهو الرضا يعني بالكيان الصهيوني والرضا بغيره، وليس هناك مصالح بين الأديان بل هناك إسلام وكفر لا غير بالإجماع. وقد يعني حدث في التاريخ القديم أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطلب اللي يسمى الآن المصالحة بين الأديان والحوار بين الأديان، وقالوا لأنك تهادنا وما عادش تتكلم على آلهتنا وتسلمنا ونحن نسمع لك وندخل في الإسلام وربما نفعل ونفعل كذا، الله تبارك وتعالى حسم هذا الأمر وقطعه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى ذلك لما كان يرى من المصلحة من يعني دخول الأغنياء والأقوياء في الإسلام وكذا، لكن الله تبارك وتعالى حسم هذا الأمر وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهن تمنوا أنك أنت تتنازل وتترك شيء فهم أيضا يعني يجاملونك في شيء آخر، وقال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال ولا تطل الذين يدعون ربهم من الغداة والعشي، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، آيات كثيرة كلها لأن كان يعني يظن أن هناك مصلحة في أنك تعمل معهم يعني مصالحة في الدين ولا مهادنة ولا تطبيع ولا كذا، هذا كله يعني مرفوض قطعا في دين المسلمين، فمن يفعله الآن لا يفعله إلا يعني وهو متآمر على دينه ومتآمر على وطنه، فهذا هو من التطبيع في ما يسمى بحوار الأديان، هو تطبيع مثل التطبيع السياسي بالاعتراف بالكيان الصهيوني. فالناس أقول يعني اللي جرنا إلى هذا الكلام وهو أمر مهم جدا، مهم في غاية الأهمية خصوصا في مجتمع اليوم، عليهم أن يتخلصوا من السلبية، لن يقوم لهذا البلد، لن تقوم لهذا البلد القائمة ولن ينهض من كبوته إلا إذا كان الناس تخلصوا من المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قامت القيامة في يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني لابد أن الإنسان لا يأس، لا يقول لا خلاص الآن انتهى الأمر وحسم المجتمع الدولي أمره، هذا هو الذي أوقعنا فيما نحن فيه، لابد من الناس أن يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم، هم مظلومون ومقهورون، ولكن استسلامهم وسكونهم ورضاهم هذا لا يؤدي إلا إلى مزيد من الظلم وإلى مزيد من القهر. وانظر كيف نحن الآن
وكيف كنا قبل 4 سنين ولا 5 سنوات. فالناس لابد مثقفون وغير مثقفين وصغار وكبار وعمال وكذا، كلهم عليهم أن يتضافروا ويتخلصوا. كل شيء إيجابي لابد أن يقوموا به، أي شيء إيجابي لابد أن تقوم به، ولا تحسب حساب لغيرك ولا تقول المجتمع الدولي والمجتمع ولا غير ذلك. وغدا يعني عاملين إعلان يخرجوا وقوف وقفة احتجاج أمام الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي سبب البلاء علينا، والآن يعني تآمرها أصبح واضح، والمندوب ماشي لأبو ظبي ويعني عاقد في المؤامرة في المؤامرات على ليبيا، ويريد أن يسلم البلاد لحفتر، وهو يرى ما يفعله يعني من قتل والتدمير والتنكيل وكذا، ويريد أن يجر هذا إلى باقي ليبيا بحيث تكون كلها غارقة في الدماء. فهذا مبعوث غير صالح، ينبغي الناس أن يخرجوا آلاف مؤلفة ويطالبوا برحيله، وأنه غير صالح، لأنه يفترض فيه أن يكون غير منحاز، يكون حيادي، يعني رجل وسيط يفترض فيه بمقتضى القوانين، لكن هو الآن يفعل هذه الأفعال مؤامرة يعني وكيد للشعب الليبي. وعندما دعوا بعض الناس إلى الاحتجاج ربما تجد غضب 10 أو 20 واحد فقط، وطرابلس فيها 2.5 مليون، كلهم لا يعنيهم هذا الأمر. ولذلك ما دام هو لا يعنيهم هذا الأمر لا يفتى لهم بأنهم مضطرون، ولا أنهم يعني كذا، لأنهم في إمكانهم أن يفعلوا الضرر عنهم ولا يريدون أن يدفعوا، فعليهم أن يتحملوا، أن هذا هو حكم الله وهذا وعد الله. أن يريد الهوان يهان. إذا كان الناس فعلوا وسعهم وبذلوا، إن تنصر الله ينصركم، إذا كان الإنسان بذل وجهه ووسعه وفعل ما طلب الله منه فالله عز وجل يعينه. لكن إذا كان هو تخلى وترك ما يقدر عليه، يعني إذا الناس رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يأخذهم بعقاب منه، جميعا يعمهم بالعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا حكم الله، حكم قانون شرعي وطبعي. حتى الناس اللي هم عندهم الشرع وعندهم دين وكذا يعرفون أن هذا من يعني من قبيل مدافعة المنكر ومدافعة الظلم، أنهم يخرجون ويسهمون ويحتجون ويطالبون بحقوقهم ولا يرضون بالمذلة. هذا يعني من تنبيه، ينبغي الناس أن يغيروا سلوكهم في موضع السلبية، ولا يعني لأن نفس السؤال اللي سألته الآن قبل قليل، وأنه يعني لا ينفع الناس يقولون أن لا نخرج لأن الخروج لا ينفع، هذا أيضا مظهر من مظاهر السلبية، يجب أن يتخلصوا منه. نعم، بارك الله فيك شيخ. قال المصنف رحمه الله: ورد الحرام كخمر ومغصوب، وإن بعضا كتأخيرها دينا عليه. قال الشارح: وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه، فإنه يرد بأن ترد الزوجة له، لأنه حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه، وبانت منه ولا شيء عليها للزوج، اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز. بقي من مسألة تأخير الدين، إذا كان هي أخرت دين عليه ولا عجلت ولا أسلفته، بقي مسألة أخرى، وإذا كان هو عندها دين عليها عاجل وأخره لها، يعني ويطلب منها 1000 عاجلا وأخره لها مقابل الطلاق، فهل هذا يعد خلعا وطلاق فيه باين؟ قالوا هذا الصحيح أن الطلاق فيه رجعي إذا كان هو طلق، لأنه يسمى طلق وأعطى مالا، لأن تأخيره للدين اللي يطلب منها هذا يعد كأنه أسلفها، كأنه أعطاها مالا وطلق معه، ففي حكم من طلق وأعطى مالا، ومن طلق وأعطى مالا فطلاقه رجعي وليس طلاق خلع ولا يسمى طلاقا باينا. هذا تتميم لباقي المسائل اللي فيها تعجيل المؤجل وتأجيل المعجل. ثم قال بعد ذلك أيضا عاطفا على ما لا يجوز الخلع به، وهو
خلعها على إخراجها من مسكنها. معروف أن السكنة واجبة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، السكنة في زمن العدة واجبة في الطلاق الرجعي وإذا كانت المرأة حاملا، ومنهم من يجعلها واجبة مطلقا. فهي خلعته على أن تخرج من مسكنها، قالت لأني ما طلقني ولو طليك بالسكنة ونخرج من بيتي. فهذا الخلع صحيح، وينفذ الشرط هذا المقابل الخلع. قال الخلع لزمه الطلاق، ولكنه لا يجوز إخراجها، لأن السكنة هي حق لله، الله أمر بها أسكنوهن من حيث سكنتم، فليس هي من حق العبد وهي حق لله، وذلك لا يجوز لأحد أن يسقطها. فالخلع يلزم ويلزمه الطلاق، ويجب أن تبقى في بيتها إلى مدة العدة. قال إلا إذا كان الخلع واقعا على أنها تدفع أجرة المسكن، يشترط عليها أن تدفع أجرة المسكن تبقى فيه لا تخرج، فما دام ما خرجتش معناها لم تخل بحق الله سبحانه وتعالى، بقيت في مسكنها، لأن الشرع عنده غرض في بقاء المعتدة في مسكنها. فهذا المصلحة تحققت لأنها بقيت في مسكنها. ومن بعد ذلك هل تكون بأجرة منها؟ فإذا هي رضيت أن تدفع أجرة مقابل الخلع فذلك قال جائز. نعم، يعني الشيخ هو الخلع يقع لكن لا تخرج من منزلها، ترد إليها. نعم أيوة، الخلع لازم له، زي مثل المسائل الأولى اللي هي بالحرام بالخمر وبغيره، يلزمه بالمغصوب ولا كذا، يلزمه الخلع، والمال لا يتحصل عليه ولا شيء له إذا كان عالما كما تقدم. وكذلك إذا كان الخلع وقع على أن يخرج من مسكنها، يعني ما لكش حق في السكنة ونطلقك خلع، نقول هذا الشرط باطل لا قيمة له، لأنك أسقطت حقا لله وليس حقا لك، بل هو حق لله، فيلزمك الخلع وتطلق عليك طلاقا باينا، وتبقى في مسكنها إلى أن تنتهي العدة، إلا إذا هي رضيت وقع الخلع على أنها تبقى في مسكنها ولكنها تدفع أجرة المسكن. إذا كان الخلع مقابل أجرة المسكن فذلك جائز. نعم. قال وكمخالعتها على تأجيله لها ما أي دينا عليه لا يجب عليها قبوله قبل أجله، لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله، لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة. كذلك صورة أخرى من الصور التي لا يجوز الخلع عليها، هي تطلب منه دينا، وهذا الدين لا يجب عليها قبوله إذا عجله، دين مؤجل، والدين المؤجل الذي لا يجب على الدائن قبوله هو الطعام والعرض من بيع. إذا كان واحد يطلب من شخص دين مثل السلعة في السلم، أنت تطلب منه سلعة زيت ولا قمح ولا كذا سلما، وإلا من بيع يعني ادفعت له ثمن سلعة وبتستلمها منه حديد ولا كذا ولا خشب بعد شهر كهذا الاتفاق، وأراد أن يعجله لك الآن، فما دام هو عرض ولا حيوان من بيع هذا الدين فلا يجب على الدين قبوله، لا يجب عليه القبول، بل من حق أن يتمسك به إلى الأجل. هذا إذا كان من بيع. وإذا كان من قرض، دين القرض الحق فيه للمدين، هذه القاعدة، دين القرض مطلقا الحق فيه للمدين سواء كان عروضا ولا حيوان ولا عين. وكذلك دين العين، أنت تطلب دنانير ودراهم مش تطلب سلعة، الحق فيه للمدين. هذا الدين إذا كان عرضا ولا حيوانا من قرض الحق فيه للمدين، أمتم المدين يريد أن يأتي به على الدائن أن يقبله،
واحد استلف منك حيوان ولا استلف منك طعام ولا استلف منك زيت ولا كذا إلى شهر، وهو وجد نفسه ما يستطيع أن يدفعه الآن وأراد أن يدفعه، فعليك أن تقبله. يعني الحق فيه هو للمدين، دين القرض كله الحق فيه المدين. وكذلك إذا كان الدين عينا، إذا كانت تطلب من شخص 1000 دينار وإلى شهر وأراد أن يدفعه الآن، فالحق فيه أيضا للمدين على الدين أن يقبله. هذا طبعا من مشروط إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا خوف من الطريق، ولا إذا كان أراد أن يسلمه في مكان آخر. لكن إذا كان في الظروف المعتادة هذا هو الحكم، دين القرض دين العين الحق فيه للمدين، متى ما أراد المدين أن يدفع على الدين أن يقبل. لكن دين العرض ودين ودين الحيوان والعرض إذا كان من بيع ولا كان من سلم فليس للمدين الحق في أن يدفعه متى شاء. إذا كان هو مؤجل إلى أجل لابد أن يبقى إلى أجله، من حق الدين يمتنع. وهنا وقع في الخلع أن الزوج عليه دين من بيع عرض ولا حيوان مؤجل، وأراد أن يعجله لها للمرأة، يطلبه من المرأة تطلب من الدين، أراد أن يعجله لها وهي لا يجب عليها أن تقبله لأنه عرض أو حيوان من بيع، وعجله لها مقابل أن يطلقها خلعا. قال هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن عندما قبلت منه أن يعجل هذا الحديد ولا هذا الخشب اللي هو بيدفع بعد شهر ولا 6 أشهر، وقالت له ادفعه الآن، معناها حطت عليه الضمان باقي المدة اللي هي يفطر أن يكون الضمان عليه، والضمان له قيمة كبيرة أحيانا، يبقى الوقت وقت خوف ولا ناس عصابات ولا ناس تصادر ولا حاكم ظالم، إذا وجد الخشب بدأ الحي في المكان يصادره ويأخذه، فالضمان له أهمية. هي لما قبلته منه قبل الموعد معناها حطت عليه الضمان وهونت عليه أمر الضمان ولا يتحمله طول هذه المدة اللي هي 6 أشهر وغيرها. وحط الضمان هذا إذا كان بمقابل لا يجوز، لأن الضمان والجاه والقرض كل هذه الأشياء الثلاثة لا تكون إلا لله، لا تكون بمقابل، إذا كانت بمقابل صارت حراما وإثما، يسمى ضمان بجعل، ضمان بالجعل ممنوع. فإذا حطت عليه الضمان مقابل أن تأخذ شيئا منه فهذا حرام لا يجوز. وهنا حطت عليه الضمان، حط الضمان عن نفسي وزادها العصمة، أعطاها العصمة، حط الضمان وأزيده، يعني حط عني الضمان ونزيدك أني مقابل حط الضمان، فهو ضمان بجعل، ضمان بجعل حرام لا يجوز. فهذه الصورة معناها المرأة تطلب من الرجل دين عرض ولا حيوان من بيع وليس من قرض، لأن القرض لا يجب عليها قبوله إذا دفع إليها، عرض وحيوان من بيع على الزوج مؤجل وأراد أن يعجله الآن فورا وهي لا يجب عليه أن تقبله، لكن عجله له وقبلته مقابل الخلع، فمن باب حط الضمان عن نفسه وزادها العصمة ولا يجوز. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. شيخ، علاش جعلوا الطعام والعرض من بيع يعني من حق الزوجة أو الداينة؟ جعلوا معقي لأن هذا فيه كلفة، فيه كلفة عليه، بخلاف العين. العين هذه ليس فيها كلفة عليه، وذلك أوجب عليه قبولها لأن لا تكلفه شيء وفيها
شيء من إذا طلبها الدائن في شيء من الرفق به والرفق مطلوب، وكذلك القرض وكذلك هذا الحيوان والعرض إذا كان من قرض أيضا يجب عليه أن يقبله، لأن القرض أصله أساسا مبني على المعروف، أن لأقرض شيء معنى لا يطلب فيه عوضا، ما دام كنت من الأول تطلب في الأجر المعروف عليك أن تكمل المعروف، لأن أصله من المعروف فعليه أن يقبله ويكمل معروفه، بخلاف البيع فإنه مبني على المكايسة والمشاحة، والأجل له قيمة، وما دام هو اشترط في الأول اشترط فيه الأجل لابد له مصلحة في ذلك، فمن ما طبقوش فيه يعني قاعدة المعروف، لأن العقد من أصل عقد من أصله هو مبني على المشاحة والبيع والشراء. نعم. قال المصنف: وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟ وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟ أكمل الشرح. قال: وهل كذلك يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا إن وجب عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام من قرض، لا من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع؟ لأن من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة، أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه، أي لاحتمال عسره عند الأجل فيؤدي إلى ذلك، أو لا يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى، تأويلان أوجههما الثاني، لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته، إذ لو عجله وجب قبوله، وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع. ذكر مسألة أخرى فيها خلاف، أن إذا كان الدين اللي عليه لزوجته ويريد أن يعجله لها وهي لا يجب عليها قبوله، قلنا يلزمه الخلع ويبقى الدين إلى أجله، لا يجوز أن يفعل ذلك لأن من باب حط الضمان وأزيد. قال: لكن هل لو كان هذا الدين يعني لا يجب عليها قبوله، بمعنى كان عينا نقودا وإلا كان عرض وطعام من قرض يجب عليها قبوله، فهل إذا عجله لها مقابل الخلع يكون أيضا ممنوعا لأنه انتفع من هذا التعجيل، لأن من عجل ما أجل عد مسلفا، وانتفع من هذا التعجيل بإسقاط النفقة عليه. كيف يسقط النفقة عليه؟ لأنه لما طلق طلاق خلع معناه ما نفق المرأة ما عليهاش نفقة، طلاق البائن لا نفقة عند المالكية على الزوج للزوجة في طلاق البائن، ويقال له إنما فعلت ذلك لأن يكون الطلاق بائن، بأن يكون الطلاق بائن مقابل تعجيل هذا الدين، وغرضك من ذلك أنت متهم بأن تنتفع من هذا القرض وهذا التعجيل للدين، متهم بأنك تريد أن تنتفع بإسقاط النفقة عن نفسك في العدة، وبناء على ذلك قالوا هذا لا يجوز، ويجب أيضا يكون الحكم زي المسألة الأولى، يجب عليك أن تبقي الدين إلى أجله ولا يعني طلاق بائن لا تت والطلاق الطلاق يكون بائنا. لكن هذا وجه وهذا قول من الأقوال. القول الثاني قول لأنه ما دام المرأة يعني اللي لها الدين من الدين الذي يجب عليها قبوله، في هذه الحالة ليس هناك سلف، ما سلفهاش هو، السلف عندما يكون الأمر
واجب عليه أن يؤخره، لكن هو أساساً هنا ما يجب عليه أن يؤخره، فهو أعطاه في الوقت المسموح به، لم يعجل ما أجل، كأنه لم يعجل ما أجل، لأنه مسموح له بتعجيله. فتهمة السلف تعجيل ما أجل غير موجودة، وتهمة أنه ينتفع بالنفقة هذه تهمة، أو بدفع الخصومات إذا ساءت الحال بينه وبين، لأنه شمع يتهم بأنه يريد أن يعجل النفقة، أن يعني لا ينفق عليها، أن يتخلص من النفقة. قالوا هذا يمكن أن يفعله من غير هذه المشكلة كلها، يقول أنت طالق طلاقا بائنا أو خالعتك، في هذه الحالة يعني لا ينفق عليها، فهو غير محتاج لأن يتخلص من النفق، غير محتاج لأن يفعل هذا، يعمل هذا العمل ويعجل الدين، يعني بإمكانه أن يتخلص من النفق بطرق أخرى، فليس هي الطريق المتعينة حتى يتهم بأنه يريد أن يتخلص من النفق. يمكن أن يقول أنت طالق طلقا بائنا وطلقتك خلعا من غير مقابل ويتخلص من النفق، وتهمة أنه يدفع عن نفسه الخصومات والمماطلات والمسائل هذه في المحاكم، لأنه يتهم أنه يريد أن يعجل الدين الآن، لأن حتى ربما يحصل له إعسار في المستقبل، وإذا حصل له إعسار يبقى هو يتعرض للحبس ويتعرض لكذا. قالوا هذه أيضا تهمة هي اللي خلاته يعجل الدين. يقول لا، يعني هذه ليست تهمة، لأنه بإمكانه هو عنده حق في التعجيل الآن، وإذا عجل وعنده حق في ذلك هذا دفع عن نفسه موضوع الخصومات اللي هو متهم به. فلذلك الصحيح في هذه المسألة يعني هي أنه يجوز له إذا كان الدين مما يصح تعجيله، ويجب على الدائن وعلى المرأة أن تقبله، فإنه إذا عجل ذلك فإنه لا يتهم بتهمة السلف أجر نفع، لأن السلف في حد ذاته لا يسمى موجودا، لأنه يعني من حقه أن يعجل، ومن فعل شيئا من حقه لا يسمى مسلفا، وتهمة إسقاط النفقة عنه أيضا مدفوعة، لأنه غير مضطر إلى هذا بهذا الطريق وهو طريق التعجيل، بل يستطيع أن يسقط النفقة لو أرادها، أن يسقطها بطريق أخرى وبطريق الخلع، وكذلك مسائل الخوف المماطل وكذا إلى آخره. فإيش قالوا في آخر المسألة في شبهة أخرى؟ لا، قال أو لا يمنع ولا يرد الدين إلى أجله، ويكون الطلاق رجعيا، لأنه كمن طلق وأعطى تأويلان أوجههما الثاني، لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم، ودفع سوء الخصومات أيوة في قدرته. أيوة، إذن الراجح هو التأويل الثاني، وأنه يجوز له أن يعجل الدين إذا كان الدين مما يجوز تعجيله ويجب على الدائن يقبله، فهو جائز وسائر، ولا يسمى هو متهم لا بإسقاط النفقة ولا بالخصومات ولا بالمواطلة، ولا يكون الطلاق في هذه الحالة بائنا، بل يكون طلاقا رجعيا بمنزلة من طلق وأعطى. والطلاق الخلع أن الزوج يطلق ويأخذ لا يعطي، الزوج يطلق ويأخذ مال، لكن لو الزوج طلق وأعطى من عنده فهذا ليس خلعا، يعني هذا غير حقيقة الخلع. حقيقة الخلع أن يكون بلفظ الخلع أو مقابل مال يأخذه الزوج، وهنا لم يكن لا بلفظ الخلع ولا بمال دفعه الزوج يأخذه الزوج، وإنما بمال دفعه الزوج، مثل مسألة ما إذا كان أخر هو الدين اللي بي منها أجله، فهو أعطاها في هذه الحالة، فهو طلق وأعطى، فالطلاق يكون رجعيا، وهذا قال هو المختار في هذه المسألة. نعم. قال لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم، ودفع سوء الخصومات في قدرته، إذ لو عجله وجب قبوله، وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع. قال وقوله وبانت الزوجة منه حيث وقع بعوض،
ثم العوض للزوج أم لا؟ بل ولو بلا عوض إن نص عليه أي على لفظ الخلع، فالمصنف سقط منه أداة أسقط أو سقط منه أداة الشرط، قال أو على الرجعة عطف على قوله بلا عوض، أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة، بأن قال طلقت طلقة رجعية، وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بائنا. يعني بانت منه، هذا المفصول الكلام، بانت المرأة من الرجل بإن طلق بعوض مقابل عوض أو بلا عوض وكان بلفظ الخلع أو بعوض أو بلفظ الخلع ولو كان مع ذكر الرجعة، لا يفيد كله طلاق بائن. لو قال طلقتك خلعا فهو طلاق بائن، طلقتك بعوض فهو طلاق بائن، طلق بلفظ الخلع وبالفاظ الأخرى مشابه الخلع، فاديتك باراتك صالحتك، يعني أبرأت تقول هي أبرأت ذمتي منك، أبرأت الذمة، هو يقول أبرأت ذمتي منك، فهذه كلها في حكم طلاق الخلع والطلاق البائن. ومنه ما هو شائع بين الناس، أنت على مذمة روحك، يعني أخلى ذمته وأبرأها، مثل المباراة، مثل يعني براها، لما يقول أنت على مذمة روحك زي باراتك وتخلصت منك، تخلصت منك وباراتك أو أبرأت ذمتي منك، أنت على مذمة روحك، كل هذه من ألفاظ خلع. نعم، ألفاظ خلع كلها تدخل في ألفاظ الخلع. قال الأصل نص على أربعة، وهي خلعتك وباراتك وصالحتك وفاديتك، ولكن في حكمها ما كان بمعناها، لما يقول أبرأت ذمتي منك ومثل براءتك، وأبرأت ذمتي منك زي ما يقولوا فيه الناس الآن، ربما العامة ما يعرفوش هذه الألفاظ بالمصطلحات هكذا باللغة، إنما يقولها على ذمة روحك، ما عاش عندي ذمة معك. فهذه أيضا طلقة بائنة، هذا هو الصحيح فيها، أنها طلقة بائنة إلا إذا كان نوى بها غير ذلك، إذا كان أكثر من ذلك يبقى يؤخذ بنيته. فهذه الألفاظ حتى لو وقعت معها ولكن الطلقة رجعية لا تفيده، فهي طلقة بائنة. ذكر الرجعة مع ذكر الخلع والمباراة ولا مع العوض كله يكون بائن، وكان معه التلفظ بأن الطلاق رجعي لا يفيد. ولو طلق شيخ بلفظ الخلع وهو أعطى مال حتى هو يعتبر خلع هنا؟ إذا كان بلفظ الخلع خلاص لفظ الخلع يبقى هو بائن، والمال اللي أعطاه هذا يحمل عنه من باب المتعة. يعني الزوج مطالب بالمتعة إما استحبابا إما وجوبا، أن يعطي المرأة شيئا. واستعمال الخلع هو بلفظ، هو كان بمعنى البينون، أنك بائن وهذا المال لك تطيبا لخاطرك. الخلع يعني يعمل بلفظ الخلع ويكون طلاق بائنا، والمال هذا أعطاه يعني من باب المتعة. لكن لو لم يتلفظ بالخلع وقال أنت طالق وأعطى مالا يكون رجعيا. من طلق وأعطى مالا يكون طلاقه رجعيا. قال كإعطاء مال لزوجها في العدة من طلاقها الرجعي على نفيها أي الرجعة، أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك، فتبين أي يقع عليها طلقة أخرى بائنة. طلقها طلاقا رجعيا، ومعروف أن المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة تعد زوجة، تجري عليها أحكام الزوجة في كل شيء ما عدا الخلوة فقط، لا يختلي بها إلا بعد أن يرجعها. لكن ما يتعلق بالنفقة والسكنة ووقوع الطلاق عليها
وغير ذلك كله حكم الزوجة. فهي قبل أن تخرج من العدة وفي الطلاق الرجعي أعطته مالا على أن يخالعها. قال هذا لو فعلته فإنها يعني تطلق طلاق خلع على الطلاق الأول، الطلاق الأول معتد به وهو طلاق رجعي، وتعد هذه طلقة ثانية طلقة بائنة، لأنهم أنشأوا خلعا على امرأة هي في حكم الزوجية وهي في عدة من طلاق رجعي. هذا ما ذهب إليه مالك وابن القاسم، وقال هو طلاق جديد، طلاق ثاني، طلاق خلع. وغيرهم لعل ابن وهب وكذا قال يعني يعد طلقة، الطلقة الأولى تنقلب بدل ما كانت الرجعية تنقلب تصير طلقة بائنة، فهي طلقة واحدة وليس طلقة ثانية. الرجعية خلاص انقلبت وصارت بائنة ووقع الخلع. خلاف بين ابن القاسم مالك وابن القاسم وبين ابن وهب. والصحيح يعني اعتمد المصنف هو قول مالك وابن القاسم في هذه المسألة. يترتب على خلافهم ثمرة؟ يترتب عليه، لأن بدل ما تجيب طلقة ثالثة تجيب طلقة ثانية، معاش بقي من عصمة شيء، يعني إذا طلق طلقة ثالثة يعني خلاص نفذت، معاش ترد إليه. لكن لو اعتبرنا الطلقة الأولى هي انقلبت طلقة بائنة، معناها لا تزم لطلقة واحدة، وبقي له أيضا في عصمته طلقة أخرى له أن يطلق ويراجع. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال: كبيعها، أي بيع الزوج لزوجته في مجاعة أو غيرها، أو تزويجها، أي تزويجه إياها لشخص، فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا، وينكل نكالا شديدا. والمختار نفي اللزوم، أي لزوم الطلاق فيهما، أي في البيع والتزويج، ضعيف، والمذهب الأول. إذا كان واحد يعني في مجاعة وإلا في فوضى وإلا في هرج ومرج، باع زوجته احتاج إلى أن يأكل بثمنها، باعها واشترى واحد منهم الناس المجرمين اللي يتاجرون أحيانا بالصغار وبالكبار وبالنساء فباعها، لو وقع منه ذلك يعد هذا جناية منه وتطلق عليه، أو زوجها لشخص آخر هذا أيضا جناية وتعدي انتهاك لحرمة الله، فأباح المحرم وأباح الزنا، فتطلق عليه ويؤدب ويعزر، ولا ترد إليه إلا بعد أن يتوب، ولا يسمح له أيضا بالزواج من غيرها إلا أن يتوب وتظهر توبته، لو فعل ذلك سواء فعل ذلك هازلا أو جادا يعني تطلق عليه ويلزمه الطلاق ولا ترد إليه بعد التوبة. إيش قال بعدين؟ قال: والمختار نفي اللزوم، أي لزوم الطلاق فيهما. والمختار نفي اللزوم، أي والمختار يعني هو ليس المختار بمعنى الراجح، وإنما قول ما يبدل من يقول وقال اللخمي قال والمختار، لأن الظاهر من كلمة المختار أنه قول الراجح اختاره لرجاحته، وليس كذلك بل هو قول ضعيف. وقال اللخمي يقول لا يلزمه ليس فيه طلاق، قال وهو ضعيف. نعم. قال: وبانت بكل طلاق حكم به أوقعته الزوجة أو الحاكم، إلا إذا حكم به لإيلاء أو عسر بنفقة فرجعي. من أعطانا قاعدة في الطلاق البائن، متى يكون الطلاق بائن؟ قال: الطلاق إذا كان وقع من الحاكم أو أوقعته الزوجة بأمري، إما بأمر الحاكم أو بإذن الزوج. كل طلاق أوقعه الحاكم
إما بناء على حكم نظرا مثلا بسبب النشوز ولا بسبب عيب في الزوجة ولا بسبب المضارة يضار بها، فوقع الحاكم والقاضي طلقها طلاق بين، أوقعه بناء على أسبابه التي تبيح له أن يحكم بطلاقها. أو الطلاق وقعت في الزوجة بأن جعله الرجل في يدها، قال أنت طلقي نفسك، فإذا طلقت نفسها فذلك أيضا طلاق باين. وكذا إلا إذا كان شرط عليها في بعض الصيغ التوكيل وكذا، إذا شرط عليها فيمكن يكون طلاقا رجعيا، لكن من غير شرط هو طلاق باين. أو أن الحاكم جعل لها الإذن في الطلاق، لا تطلقي نفسك، هذا أيضا يكون طلاقا باين. فلا بد أن الطلاق الباين يكون أوقعه وأنشأه الحاكم، الحاكم أنشأه، كل طلاق أنشأه القاضي فهو باين، بخلاف الطلاق الذي أنشأه الزوج وأتى به إلى الحاكم ليقره أقره، جاء ترفض الزوج بالطلاق من الحاكم والحاكم أقره أو اعتمده، مثل ما هو موجود الآن أن في القوانين الجائرة أن الطلاق لا يعتد به ولا يكون سائر مفعول إلا إذا كان أمام القاضي. ولو طلق الرجل طلاق قانون رقم عشر الذي وضعه القذافي ليبيا، والحمد لله خلصنا الله منه لتعديل القوانين لما عدل القوانين بقرار المؤتمر الوطني وتشكيل اللجنة من دار الإفتاء والعلماء والفقهاء في القانون وفي الشريعة، وعدلوا كل القوانين الموجودة في البلاد، كل ما فيها من مخالفة الشريعة عدوه وجعلوه موافقا للشريعة. ومن هذه المسألة في مسائل الأحوال الشخصية، في مسائل ما يتعلق بتعدد الزوجات وقانون رقم 10 والطلاق وكثير من الأحكام، هذه عدلت وألغيت بمقتضى إقرار المؤتمر الوطني لما يعني وضعته هذه اللجنة من العلماء في ليبيا، وعدلت القوانين وأصبح يعمل بها الآن شيخ القرآن ييسر معمول بها. وكذا هذا هو الواجب، ومن خالفها يبقى مخالف للقانون. لكن المشكلة المسؤولية الآن يضربون بالقوانين عرض الحائط، لا يعتدون بها، تصدر الأحكام كم من حكم صدر ولا يلتفتون إليه، لأنهم مصرون وعازمون على المعاصي والظلم والمحادة لأحكام الله ولشرع الله، وهذا حرام عليهم، لا يجوز، ولا يجوز إقراره ولا الرضا به. وهي قوانين يعني لما عدلت صارت فيها نفوا عنها ما فيها من خبث ومن مخالفات ومحادة. كل القوانين وهي قوانين كثيرة لعدلت، يعني قوانين كثيرة يعني تقول آلاف المواد، التجاري والمدني والتجاري والجنايات والأسرة والقوانين يعني كثيرة جدا. وتتبعتها اللجان مكونة من أكثر من 20 عالم، وتتبعتها كلها شكلها دار الإفتاء، وتتبعتها كلها جميعا، ويعني جميع ما حصلوه الأمر فيها سهل، لأن المخالفات قليلة. لو كان الناس غير عندهم نية قوانينهم كلها قاعدة زي قبل، ما في حد ربما هم يدخل في قلوبهم الرعب يقول لك هذا بيجيبوا لنا قوانين أخرى لا نستطيعها وهي متخلفة وأنها قديمة وأنها لا توافق العصر. تصور كل هذه المواد اللي هي تعد يعني مئات، أكثر من ألف يمكن، أكثر حتى ربما من 2000، هذه كلها جميع المواد اللي حصلت فيها مخالفات وعدلت 65 قاعدة، 65 يعني مادة من المواد هذه اللي وقع عليها التعديل، والباقي قوانين كلها باقية لأن لم يجدوا فيها مخالفات. فما معناه نقول الناس لا تفزعوا ولا تخافوا، هي القوانين هي قاعدة، هي كل القوانين، كل هذه الآلاف المؤلفة والقوانين الموجودة في التجاري وفي المدني وفي الجنايات وفي غيرها، كلها مجموعة ما رصد فيها، وأحكام الأسرة والزواج والطلاق كل ما وصل فيه ما رصد فيه مخالفات هو 65 مادة فقط، فالباقي كله يعني قاعدة قويكم ليكم، لا تخافوا ولا تفزعوا، ما فيش عذر يعني للذعر اللي صار صح. أي مش عذر صحيح، لأن الناس ينبغي حتى الإعلام من يقصر في توضيح هذه المسائل. الناس ربما يخشون يقول لك هذا، لما يصير قوانين
موافقة الشيء وتعديله، معناها خلاص احنا سكر علينا وعطونا زي داعش وحطونا كذا وضيقوا علينا وما عادش نقدروا حياتنا المدنية. بالعكس كل القوانين كل المواد في المدني وفي التجاري وفي لتنظم أمور الدولة كلها راجعوها، ما في إلا 65 قاعدة فقط هي اللي عدلت، وحتى عدلت يعني بأشياء هي تخالف الشريعة فقه، بقي هي أصلها كما هي. يعني شيخ أكثر من ثلث أرباع موافقة للشريعة إذنه؟ موافق أكثر بكثير، 65 يعني أكثر من 1000 مادة. القوانين التجاري المدني والتجاري مواد كثيرة جدا، وكذلك الجنايات وكذلك اللوائح والأشياء، رأي أشياء كثيرة جدا. فقد تخلصوا من الخبث اللي موجود فيها، وهو قليل، هو زي ما قلنا لا يتجاوز هذا العدد وهو لا يسوي شيئا. فهذا يعني اللي ينبغي أن يكون في هذا أعظم إنجاز شيخ. يعني أعظم إنجاز، وقلت أكثر من مرة هذا يعني أعظم عمل قدمه المؤتمر الوطني قبل أن يزيلوه ظلما وعدوانا. نعم. ويعني كما هو معروف هم يعني لا يعبون بالقوانين ولا يعبون بشيء، وهم يعملون ما يسمعون إملاءات الظلمة وأعداء الله والدول المسلطة علينا من دول أجنبية وغير أجنبية، هم الآن يعني يمدون رقابهم لا تفعل بنا، يعني تذلنا وتنتهك حرمات ديننا ولا تريد للشرع الله أن يقوم، ومع ذلك الناس مستسلمة. وعندما قامت الثورة وقام الوضع الصحيح وكان الناس يخرجون في الميادين ويطالبون بحقوقهم ويعني لا يستسلمون، كانت الأمور كلها ماشية كما يريدون. صحيح أن بعض الناس أفسدوا وأساءوا إلى الثورة بسبب السرقات والظلم وقطع الطرق وكذا، وهذا لا ينبغي أن يلحق بالثورة ولا يلحق بالمجرمين، وكان الواجب أن يضرب على أيدي المجرمين بيد من حديد بحيث يخلص الناس من هذا الفساد. وقد طلبت في ذلك الوقت مرارا وتكرارا منذ وجود المؤتمر الوطني، وقلت لهم عليكم أن تنشئوا محاكم عاجلة، محكمة عاجلة في يوم ولا اثنين تحكم زي ما كان الحكم في عهد عمر وعثمان وعهد الصحابة الكرام، محاكم عاجلة خاصة بقطاع الطرق. وقلت لهم بكل تأكيد في اجتماع عام وخطبت في ذلك، وقلت لهم لو وزير العدل استطاع أن يملك الشجاعة ويكون هذه المحكمة الخاصة بقطاع الطرق ونفذتم قوانين الله في هؤلاء المجرمين الذين يفزعون الناس ويرهبون ويفتكون أموالهم في 10 أو 20 حالة لماتت الفتنة في مهدها وانتهى كل شيء. ولكنهم ما كانوا يعني يريدون البلاد الخير والخلاص وزي العدل، تملص بين المسألة ونظر إلى المجتمع الدولي وقال هذا لا يجوز في كذا، هو يعني حكمهم مش في أيديهم، يعني يسمعون في إملاءات أعداء الله وأعداء الله لا يريدون ببلادنا خيرا. فالغرض احنا اجرنا لهذا الموضوع ايش؟ الإله والعسر النفق، يعني الحكم البائن الطلاق البائن. اي الحكم الطلاق البائن يعني الاحكام، اي حكم يصدره الطلاق يصدره القاضي فهو طلاق بائن، بحيث ان يكون هو الذي انشاه لا هو الذي يعني وقع، مجرد انه وقع امامه واقره والا اعتمده، فهذا لا يسمى طلاقا بائنا. وقلنا إن الأحكام الآن الموجودة اللي كانت موجودة قبل تعديل القانون رقم 10، لو طلق الزوج 1000 طلقة بينه وبين زوجته في البيت كلها يسمونها زوجة، لما لا يعتدن، لو طلقها بالثلاث بالعشرة بالخمسة بالواحد بالاثنين كل لا يعتدن به وهي زوجة، إلا إذا ذهب من القاضي وأقر القاضي على الطلاق. هذا ظلم، هذا لا يجوز ومخالف لشرع الله. طلاق بين لمن طلاق لمن يعني من ملك الساق طلاق للزوج، كان الحديث هو ضعيف ولكن هذا هو الحكم المجمع عليه بين الناس المسلمين أن الطلاق هو بيد الزوج. فلو الزوج يعني طلق بينه وبين نفسه وكذا ثم ذهب إلى الحاكم والحاكم قرر الطلاق، هذا لا يسمى طلاقا بائنا، بل هو على ما وقعه الزوج. كان إذا وقعه بائن يكون بائن، وإذا وقعه رجعيا يكون رجعيا. نعم، الله يفتح عليك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.